بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم طبعا رح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية زيادة وزن سائل الحفر أثناء عملية الحفر. قبل ما نتكلم عن المعادلات والحسابات الخاصة، ناخذ مراجعة بسيطة عن أسباب زيادة وزن سائل الحفر وبعض المعلومات المهمة جدا اللي تهمني في مجال الحفر. طبعا نحن عادة نلجأ لزيادة وزن سائل الحفر لعدة أسباب، ذكرت منها هنا سببين مهمين. أولهم طبعا منع عملية انتفاخ الطبقات، خاصة الطبقات الحساسة للماء زي مثلا طبقة الشيل وطبقة الكلي. هذه الطبقة قد تنتفخ نتيجة تفاعل مثلا الشيل والكلي مع الماء، مما يتسبب في عملية سويلينج. سويلينج طبعا رح يعيق عملية الحفر وربما يؤدي لظهور الستك. لهذا نحن نسعى لأن يكون الهيدروستاتيك برشر أكبر بكثير من الفورميشن برشر الخاص بهذه الطبقة، وبالتالي طبعا شو رح يصير؟ رح يصير عملية منع لانتفاخ هذه الطبقة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيضا هو منع ظهور الكيكة وبلو أوت وظهور الغاز، نحن نسمي فيه طبعا البرايمري والكنترول. عادة الفورميشن برشر لما يكون أعلى من الهيدروستاتيك برشر رح يؤدي هذا إلى تدفق أي مائع موجود في الطبقات إلى داخل البير، فلهذا رح يكون الهيدروستاتيك برشر أكبر من الفورميشن برشر إلى حد ما حتى يعادل عملية هذا عملية يعادل ظهور هذا الغاز، وهذا نسميه نحن البرايمري والكنترول. ما فيش بس لو نحن درنا بعض المراجعات اللي احنا قلنا الهيدروستاتيك برشر يكون مقارب او اكبر من الفورميشن برشر بحاجه بسيطه، العمليه هذه نسميها بالانس. اما اذا كان الهيدروستاتيك برشر اكبر بكثير من الفورميشن برشر فراح يصير عندي حاجه اسمها اوفر بالانس. الاوفر بالانس هذا قد يتسبب لي في كسر الطبقات ويسبب لي ايضا في ظهور المد لوسز. عاده في حاله لما يكون عندي اوفر بالانس يصير عندي مد لوسز، ومرات يكون مصاحب بكيك او بلو اوت. لما يكون عندي الهيدروستاتيك برشر اقل من الفورميشن برشر يترتب على شيء اسمه أندر بالانس. الأندر بالانس قد يتسبب في ظهور الإنفلكس اللي هو قد يكون جين في حالة الووتر أو يكون كيك وبلو أوت في حالة الغاز. بعض الشركات تفضل الأندر بالانس خاصة في طبقة الإنتاج أو في الرزوفار، لأن هذا يؤدي لتدفق طبيعي للهيدروكربونات من المكمن مباشرة إلى البئر. مراجعة أخرى بسيطة جدا، نتكلم بشكل بسيط عن الهيدروستاتيك براشر. الهيدروستاتيك براشر طبعا في حالة الستاتيك لما يكون عندي البامب أوف، يعني ما فيش سيركوليتنج للمد، يسمى بوتم هول براشر اللي هو راح يكون 0.052 مضروب في ترو فيرتيكال ديبت في المد ويل. ترو فيرتيكال ديبت اللي هي تي في دي، هي ترو فيرتيكال ديبت البعد العمودي أو العمق العمودي الفاس مقاس بالبير مقاس بالفود، الام دبليو دي اللي هي المد ويت مقاس بالبي بي جي، والبوتوم هول برشر او الهيدروستاتيك برشر راح تكون واحد قياسه بي اس اي. في حاله الديناميك يعني عندي البامب والعه، او بمعنى اخر عندي سيركوليتنج للمد، راح يكون البوتوم هول سيركوليتنج برشر اسمه ويرمز له بالرمز بي اتش سي بي، بوتوم هول سيركوليتنج برشر. في هذه الحاله راح يكون بوتوم هول سيركوليتنج برشر اللي هو نفسه الهيدروستاتيك برشر في حاله الديناميك 0.052 في الترو فيرتيكال ديبت في المد ويت زائد الاي بي ال. الاي بي ال اللي هو الانيولر برشر لوسز، فاقد الضغط في طبقه او في الفراغ الحلقي. لما تكون البومب اوف هذا راح يكون اي بي ال راح يكون زيرو، وبالتالي البوتوم هول سيركوليتنج برشر راح يصبح بوتوم هول برشر مباشره. الان الموضوع المهم هي كيف نحن نقدر نزيد المد ويت. انكريز مد ويت يتم عن طريق الاتي: اولا يمكن استخدام الكالسيوم كربونات نزيد الويت لعند 12 بي بي جي. حتى ندير الحسابات الخاصه نتبع الطرق الاتيه: اول شيء نحسب التركيز اللي هو الكونسنتريشن يساوي 944.6 في W2 ناقص W1 22.5 ناقص W2. W1 هو الويت اللي موجود عندي الفعلي، W2 هو الديزايرد ويت او مد ويت اللي هو المد ويت المطلوب، السي اللي هي الكونسنتريشن. بعد ما نحسب الكونسنتريشن توجه للمعادله الثانيه اللي هي الكيو، الكيو يساوي السي في الفي على 2.2 في السايز. طبعا السي اللي هي الكونسنتريشن حسبناها من المعادله العلويه، والفي اللي هي التوتال فوليوم اللي راح نزيد فيه الويت، والسايز اللي هو البرودكت سايز يعني العبوه اللي جايه فيها الماده، قد تكون 25 كيلوغرام للساكس في حال تكون جت في شكاره، او تكون 1500 كيلوغرام بالنسبه للبيك باك، والكيو هي كوانتيتي من الماده. راح ناخذ كيس ستدي. مطلوب مني زياده المد ويت من 9 لعند 11.5 بي بي جي.
باستخدام الكالسيوم كربونيت. السايز اللي جايني العبوة 1500 كيلوغرام للبيك باجا. الفوليوم كله رح يكون 2000 برميل في المد. نحسب أول حاجة السي من المعادلة السابقة اللي هي هذه. رح نحسب الآن السي اللي هي 944.6 11.5 الويت المطلوب، 9 اللي هي الويت الحالي على 22.5 اللي هو ثابت، ناقص 11.5 اللي هو الويت المطلوب رح يطلع الكونسنتريشن 215. بعد ما نحصل 215 نلجأ إلى المعادلة الثانية. المعادلة الثانية اللي هي الكونسنتريشن، الفوليوم عندي والسايز أيضا موجود عندي. رح ناخد المعادلة الثانية كيوش رح تساوي الكونسنتريشن 215 مضروب في الفوليوم اللي هو 1000 على 2.2 ثابت في السايز 1500، رح يطلع لي 130 بيك باجا. كل وحدة وزنها 1500 كفيلة برفع الويد من 9 لعند 11.5. المعادلة الثانية اللي يمكن نحن نزيد بها الويت هو باستخدام البرايت. البرايت يستطيع أن هو يرفع الويت لعند 20 بي بي جي. رح نستخدم المعادلة الآتية نفس الخطوات. نحسب التركيز 1470 W2 ناقص W1 على 35 ناقص W2. W1 هو الويت الحالي، W2 هي الويت المطلوب، والسي اللي هو التركيز اللي ضروري نطلع من المعادلة هذه ونعوض بهن. الكيو طبعا هنا رح تساوي السي في الفي على 2.2 في السايز. السي اللي هي الكونسنتريشن بالباوند بالبرل، والفي اللي هي التوتال فوليوم بالبرل، والسايز اللي هو البرودكت سايز. وضروري يكون البرودكت سايز في كلتا المعادلتين، في الكالسيوم كربونيت وفي البرايت بالكيلوغرام. طبعا أعطيت مثال هنا خمس، قد يكون العبوة 25 كيلوغرام للساكس أو تكون 1500 كيلوغرام للبيك باجا. كيس ستادي انكريز مطلوب منك زيادة الويت من 9 لعند 13 بي بي جي. مطلوب استخدام البرايت في هذه الحالة. العبوة بتاعت البرايت 1500 كيلوغرام للبيك باجا، والكمية المطلوبة اللي هي 2000 أو الفوليوم هو 2000 برل. أول شيء رح نحسب السي زي ما قلنا نحن باستخدام هذه المعادلة. نحسب مباشرة السي اللي هو 1470، الويت اللي هو W2 13 ناقص 9 على 35 ناقص W2 رح يطلع 267 باوند بير برل. بعد مباشرة نحسب الكيو من هذه المعادلة. بعد ما طلعت السي إذا الكيو رح تساوي 267 السي اللي طلعناها اللي هي الكونسنتريشن ضرب 2000 على 2.2 في 1500 رح يطلع 162 بيك باجا برايت كفيلة برفع وزن الويت من 9 إلى 13 بي بي جي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.